نعم بالفعل صلاح، قوات التحالف الدولي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من قاعدة التحالف في كنف عند المثلث السوري الأردني العراقي. أيضا سمع أصوات انفجارات في حقل عمر النفطي والذي يعتبر أكبر القواعد الأمريكية في شرق سوريا. طبعا تعرضت قاعدة التنف منذ 19 تشرين الأول عام 2013 إلى الآن إلى 17 مرة من الاستهدافات، وأيضا القواعد الأمريكية التي تتواجد هنا في الشمال السوري بدءا من القاعدة الأمريكية في حقل عمر وحقل كونيكو وحقل الشداد وأيضا حقل رميلان إلى أكثر من 151 هجوما من قبل المسيرات على هذه القواعد. طبعا أيضا منذ مطلع هذا العام أعلنت القوات الأمريكية عن مقتل 3 جنود وإصابة العشرات في أحد القواعد العسكرية الأمريكية عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية. يعني القواعد الأمريكية دائما هي محط استهداف من قبل المسيرات، سواء التي تتبناها المقاومة أو فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، وأيضا هناك محاولات من قبل الفصائل التابعة للقوات الإيرانية التي تتواجد في البوكمال وأيضا ريف الديرفور. يعني وكما نعلم تتواجد أكبر الحقول وأكبر القواعد العسكرية الأمريكية في ريف ديرفور الشرقي، وهناك حقل كونتو للغاز حقل عمر النفطي، وأيضا القاعدة الأمريكية في مدينة رميلان، وأيضا تعتبر من أهم القواعد الأمريكية، وأيضا حيث يتواجد في القاعدة مطار كبير لقوات التحالف الدولي، يصل عبر هذا المطار المعدات وأيضا الجنود التابعة لقوات التحالف الدولية إلى مناطق الشمال السوري. طبعا من جهة أخرى أود أن أشير، مناطق الشمال السوري منذ أكثر من 4 أيام كانت تتعرض للاستهداف والقصف من قبل المسيرات والطائرات التركية كما أعلنت الإدارة الذاتية، وأيضا كما أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. هذه الاستهدافات استهدفت المحطات النفطية ومحطات الغاز والكهرباء وأيضا أفران الخبز والمرافق الخدمية هنا في شمال وشرق سوريا. طبعا معظم المحطات خرجت عن الخدمة، طبعا معظم المنطقة الآن بلا كهرباء وبلا مياه جراء استهدافها من قبل المسيرات والطائرات التركية. طبعا منذ ليلة البارحة تشهد مناطق الشمال السوري هدوء بعد أيام من الاستهدافات، وأيضا فقط طبعا كان هناك ضحايا من المدنيين جراء هذه الاستهدافات هنا في مدن الشمال السوري. أشكرك، شكرا جزيلا لك نازة سيد مراسلة الغد، كنت معنا من القامشلي. في نفس السياق ولكن ينضم إلينا الآن من بغداد ذو الفقار الشريفي مراسل الغد. مرحبا بك ذو الفقار، أطلعنا على تفاصيل استهداف قاعدة التنف. نعم صلاح، لو رجعنا إلى يوم أمس، يعني يوم أمس حينما تحدث مبعوث الجانب الإيراني في الأمم المتحدة وقال بأنه قد ثبت أن الطائرات الإسرائيلية التي نفذت الضربة على الجانب الإيراني هي دخلت في الأجواء العراقية، وهذا ما هددت به الفصائل. أما الحدث الآني هو قبل حوالي ساعتين هدد فصيل حزب الله العراقي المصالح الأمريكية ببيان وقال بأنه قد ثبت أن الطائرات الإسرائيلية قد عبرت الأجواء العراقية، أو ربما هي وجهت الضربة كما يعني بحسب المصادر الأمنية وجهت الضربة الإسرائيلية إلى إيران من داخل الحدود العراقية، أي أن الطائرات ربما لم تعبر إلى الجانب الإيراني ونفذت ضربتها باتجاه الجانب الإيراني من فوق الأجواء العراقية. هدد بأنه سوف يتم ضرب المصالح الأمريكية، وبالفعل تم قبل قليل هذه الضربة والاستهداف للمصالح الأمريكية على الحدود العراقية السورية. هو قال بأنه لماذا هذا الاستهداف صلاح للقواعد الأمريكية؟ الاستهداف للقواعد الأمريكية على اعتبار بأن هذه الفصائل ترى بأنه الأجواء العسكرية وسماء العراق مسيطر عليها من قبل الجانب الأمريكي، وهو يقول بأنه الضربة الإسرائيلية التي نفذت على الجانب الإيراني كانت ضالعة فيها واشنطن والمصالح والقواعد الأمريكية في العراق وفي المنطقة بصورة عامة، فتم توجيه هذه الضربة. هذه الضربة أي ما يعني المستجد المهم صلاح بأنه قد
ألغيت ولم تعد سارية الهدنة الضمنية التي كانت سارية ما بين هذه الفصائل المسلحة بوساطة الحكومة العراقية ومع التحالف الدولي، على اعتبار بأنه كانت هناك حديث كثيرة للجانب العراقي على المستوى الرسمي قبل أيام قبل تنفيذ الضربة الإسرائيلية على إيران. قال مستشار رئيس الوزراء بأنه التحالف الدولي أسهم بإبعاد الضربة الإسرائيلية المرتقبة للعراق وتوجهت فقط إلى الجانب الإيراني، لأنه كانت هناك فرضية بأن توجه ضربة أخرى للعراق وتم ترشيح داخل إسرائيل، ووصلت الأنباء وتأكدت للعراق قبل 3 أسابيع بأنه تم ترشيح 33 هدف للجانب الإسرائيلي لضربها في العراق، ومن ضمنها اغتيال شخصيات واستهداف مقار عسكرية وحتى منشآت نفطية قد هددت بحسب هذه الأهداف التي تواصلت وتواترت إلى المصادر العراقية وحتى للحكومة العراقية التي أسعت وحثت الخطى قبل أيام بأنه هناك تعاقد. يعني بهذه النقطة صلاح، الحكومة العراقية هي بحرج كبير، الحكومة العراقية لا تريد أن تجر الصراع إلى العراق، وبالتالي أيضا لأنها منظومتها الدفاعية يعني هذه هي أيضا يعني بالجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يتهم بأنه يسيطر على منظومات الدفاع الجوية في العراق. منظومات الدفاع الجوية صلاح هي فقط بالعراق تقتصر على مدافع أمريكية ذكية وكذلك أيضا رادارات فرنسية، وبمصدر للغد من مصدر عسكري للغد قبل أيام قال بأنه هذه الرادارات هي تعمل فقط للكشف ولا للتصدي، أي بمعنى بأنه هناك يقول بأنه سلطة أمريكية هي فقط تجعل هذه الرادارات تغطي مساحات ليست شمولها كلها، هي تقتصر فقط على مساحات بضغط أمريكي حتى لا يتم يعني استخدام هذه الرادارات بصورة كبيرة والكشف عن الأهداف المعادية فوق السماء العراقية. بالتالي أيضا الحكومة العراقية هي أعطت هذه الهدنة أو بوساطتها هذه الهدنة التي سرت منذ أشهر، وبالتالي توجهت الفصائل المسلحة العراقية إلى أحادية الاستهداف نحو الجانب الإسرائيلي، ثم اليوم عادت لاستهداف القواعد الأمريكية، أي ما يعني بأنه هذه الهدنة قد ألغيت والحكومة العراقية ربما أشكرك. في حرج، وبالتالي ربما هذا تطور آخر. نعم صراحة أشكرك، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات ذو الفقار الشريفي مراسل الغد من بغداد، شكرا.